وحشتيني قوي ماما، كان نفسي اجيلك من زمان. انا قلت الادم على كل اللي حصل يا ملك. كان لازم يعرف ان باباه وخالته ندى توفوا في حادثه العربيه. ادم خلاص كبر وبقى راجل ولازم يعرف الحقيقه. دي كويسه هنا يا ماما؟ مرتاحة مع الناس دي؟ طب هو انت هتطلعي امتى عشان نروح بيتنا مع بعض؟ ماما سيئة، ما قالتليش ازيك حتى. انا حاسس ان ماما تعبانة ومش كويسة خالص في المستشفى دي.
بتتكلمش. لبس والناس بتتعاقب مش بتتعالج. هو ما ينفعش نقلها مستشفى احسن من اللي هي فيها دي؟ او تيجي البيت او نرجع بيتنا. ينفع؟ ماله مسخ كده ليه؟ ده حتى الملح اليومين دول ارخص حاجه، ولا غلوه وراه خار؟ اتفضلي يا ام عمرو، مفيش اكتر من الملح عندنا. شكرا. مالك يا هاله؟ ايه؟ ساكته يعني كده ومش عامله هيصه زي عوايدك؟ بفكر. طب يا حبيبتي ربنا يعينك على التفكير. بس ابنك يا ملك بسم الله ما شاء الله زي القمر، طالع شبهك تمام. ابنك من زمان ده يا ملك؟ الواد يا حبة عيني كان نازل فيك بوس واحضان وكان عمال يقول لك كلام خلاني عيطت وانتي ما بترديش عليه. ليه كده يا ملك؟ خفت اتكلم. في واحده تخاف من ابنها يا ملك. خفت اقول له كلام مش لازم يعرفه اللي فيه مكفيه. انا لو منك ما كنتش اقول له غير حاجه واحده بس، اني بحبه بس. هو عمرو فين؟ عمرو ما شفتوش يعني بيجي يزورك؟ مش عمرو ده ابنك برضو؟ اه هو زعلان منك؟ زعلان منك. مش قلت لي خدي بالك من الاكل بتاعهم؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ يعني انا كنت اعرف ايه اللي وداني هناك لما اعرف ايه اللي جابني هنا؟ بس كلام في سرك؟ هم عرفوا مكاني هناك فكان لازم اهرب منهم. هو بالشكل ده يا باشمهندس نقدر نقول ان احنا بنسبه كبيره جاهزين لدوريد الترابيه في ميعادها. تمام، شوف اللي ناقص وكمله وابقى رد عليا. ضني يا باشمهندس. هيا سامح، قول لي هي ملك هتفضل قاعده قد ايه في العباسيه دي؟ كتير يعني؟
مش عارف بالظبط يا سليم، بس على الاقل لما تجتمع اللجنه وتشوفها. طب اللجنه دي هتجتمع امتى؟ فيها سليم مالك؟ انت منفعل قوي كده ليه؟ لا اصل ادم ابنها راح زرع في المستشفى بصراحه الولد عنده حق، مستشفى زي السجن. ايوه بس انت عارف انها متهمه بجريمه قتل. عارف انها جريمه قتل بس في المستشفى عشان تتعالج مش عشان تتعاقب يعني. يعني لو ممكن تتعالج في مكان تاني ليه لا؟ خليني اسال واشوف الموضوع ده ممكن يمشي ازاي. خلاص شوف كده ورد عليا. ميرسي يا متر، سلام. يلا يا ام بسمه نام، يلا يا هدى نام، يلا كل واحده على سريرها. نام يا دكتوره. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ملك؟ اتفضلي انت يا منى. شكرا. عامله ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا عود. اخبارك ايه؟ بصي انا عارف ان احنا كنا المفروض نتقابل من بدري، بس معلش هو انا حصل لي مشكله في الوزاره يعني. تصدقي الدبلومه بتاعتي مش لاقيينها في الوزاره، مش لاقيينها في اي دوسيه. عايزين نعمل ايه يعني؟ اروح اجيبها بنفسي؟ انت بتحكي؟ طب على فكره بقى انا رحت وجبتها من جوه، لولا كده كانت زماني بعيد الدبلومه من الاول. طب قولي لي مبسوطه معانا هنا؟ بص هو انا عارف ان المكان في الامور ما يبسطش، بس يا ستي هو بينا يبسطك ولا ايه؟ طيب قولي لي في حد مضايقك؟ يعني حد من ممرضات زمايلك في العنبر؟ كلهم طيبين. طب ايه اخبار معمر؟ طيبه هي ست طيبه. اه لا هي ست خبره طبعا، يعني هي تقريبا اقدم مني في المستشفى. ده اقدم المستشفى نفسها يا شيخ. طيب بص بقى يا ملك، احنا القعده دي مش قاعدينها عشان خاطر نتعرف على بعض، أنا عارفك كويس أوي. القعدة دي قعدناها عشان خاطر تعرفي على نفسك. عايزك تستريحي خالص وتسيبي نفسك وما تركزيش غير في الأسئلة اللي هسألها لك. اتفقنا؟ طيب يا ستي، مكتوب قدامي هنا إن والدك المهندس عبد الله الكيلاني كان مهندس بترول في البحر الأحمر. مظبوط؟ طيب فاكراه يا ملك؟ يعني عشان هو بس بيقولوا هنا ان توفى وانت تقريبا عندك 9 سنين؟ مظبوط. طيب قولي لي ايه اكتر حاجه فاكره فيه؟ فاكراه طبعا، كان طويل وعريض وكان ليه دقن كده وكان بيشوتني كل ما يجي يبوسني. وفاكره ان هو لما كان بيجي في الاجازات كنا بنروح السينما، كنا بنتفسح، وكان بيعمل لي كل حاجه حلوه. فاكره وفاته يا ملك؟ يعني فاكره حسيت بايه وقتها؟ فاكره ان كل حاجه حلوه راحت. ازاي؟ احكي لي. انت عارف اخر طلب لست شوشو كان ايه؟ خير؟ عايزه طياره؟ بتهزر؟ عايزه علبه ميك اب اوريجينال من بتوع الكبار، وقالت لي بالنص مش عايزاها مضروبه يا ماما. لماحه البنت دي، عرفت منين انك بتحطي مكياج مضروب؟ لا والله بجد. تعالى تعالى القهوة شكلها جاهزة، يلا. ها
بس انت مش متخيل حجم المأساة اللي انا فيها يا سليم. البنت شكلها خلاص تقريبا داخله على سن مراهقة وانا مش عارفه هعمل معاها ايه. مراهقة ايه بس، ما تكبريش الموضوع، البنت لسه صغيره. المراهقة بتبدا في سن ابتدائي مش في الجامعه زي ما كان بيحصل ايامنا. كميه المعلومات اللي بتدخل دماغ الولاد من التلفزيون والسوشيال ميديا بتكبرهم بسرعه. ما هو ده نفس اللي بيعدي بيه ادم، بس هو بيعيش كارثه حقيقيه. فجأة كل العالم اللي حواليه انهار، لازم يقابل الدنيا بطول. صعبان عليا قوي والله، الله يكون في عونه. بس على الأقل هي جدته موجودة. جدته؟ جدته دي حكاية تانية خالص، هبقى أحكي لك عليها بعدين. المهم ينفع يبقى آدم يجي يخرج معانا؟ أو يعني من سن شهد وبالمرة يقابل ناس طبيعيين شوية. ما عنديش مانع خالص، ممكن نعمل كده النهاردة. تمام. كنت سليم، ازيك؟ انا نساء شهد. ايه ده، انت مش حاطط المكياج ليه؟ هو عشان المكياج هنا مضروب يعني؟ قول لها يا انك ماما دي غريبه. بقول لك ايه بقى، انا هقوم اروح الشركه واخد الاستاذه في طريقي، مش رايحه درس الساينس باين. هو ساينس فعلا، معلش هنتعبك معانا، ما انت متعود على كده. اصلا عندي ميتنج مهم جدا مع خالد، لازم اجهز له كويس. ايه هتتخانقي؟ انا مش ناويه على كده دلوقتي، بس لو هو طالبه معاه خناقه انا جاهزه. لا على بركة الله، يلا يا عروسة. سلام. باي. آدم، عندنا تقسيم الكرة في الفسحة، عايزك معايا في فريقي. ماشي، بس مش هقف جول. ماشي. أنا أول ما شفتك أصلاً قلت أنت مش شبه إكرامي أوي. أمال شبه مين؟ خلينا نشوف الملعب. ماشي. واضح إن أنت عندك اختلاط في الأدوية وسبب لك في مضاعفات وأنيمة، لازم تجيلي، لازم تجيلي عشان أكتب لك على عليك. لازم تجيلي. أنا خلفت بعد سنتين من الجواز. أنا بقى خلفت عمرو ابني بعد 9 أشهر بالظبط. اصل الراجل ابو عمرو كانت صحته كويسه، ربنا يخليهولي. بعد الجواز حياتي اختلفت، هو كان بيحب ادم بس اتغير من ناحيتي فجاه. ما هم كل الرجاله كده يا حبيبتي، عايزيننا نفضل معيشينهم في الدور طول الوقت حتى بعد الخلفه، مع انهم ما يعرفوش ان احنا بعد ما بنخلف بنبقى مش طايقين نفسنا، بيبقى عندنا اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب؟ اكتئاب؟ انت تعرفي مين اكتئاب؟ يا اختي من 10 الأم 40 يوم، اشحال انا بقى هنا، بقالي فوق 10 سنين. مش عايزاني يعني اطلع من هنا بكلمتين. ده بالراحة يا صابرين. اسمي مبسمة، اسمي مبسمة. انت اسمك ام عمرو؟ انا اسمي مبسمة. عندك عيال؟ عندي عيال. ما تجننيش. اهدي يا صابرين، اهدي يا مبسمة. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي. يا حبيبتي انت قدامك 2 أسبوع بس وتتعرضي على اللجنة، لو بقى اخلاقك بقت حلوة وهادية كده ان شاء الله يكتبوا لك على خروج. ولا انت مش عايزة تخرجي يا مبسمة؟ انا هادية ورايقة وحلوة وزي الفل. اقول لك حاجة بقى، اللجنة هتخرجني. على فكرة لو خرجتني اللجنة وده هيحصل، هجيب لكم شربات بدل الشاي الزفت اللي انتوا مشربينه لي ده. ان شاء الله يا حبيبتي. هي ايه اللجنه دي؟ لا ده لسه بدري عليك، ان شاء الله بعدين هتبقي تعرفيها. طب والحل؟ اخرتها ايه يعني؟ نفض الشراكه دي ونخلص احسن؟ والله ما عنديش مانع، بس خدي بالك لو فضينا الشراكه مفيش حد فينا يقدر يستخدم اي تصميم في شغل تاني. هو انت بتقول ايه؟ الديزاينز دي بتاعتي انا. بس انا وانت شركه في براند واحد، ولو فضينا الشركه محدش فينا يقدر يستخدم البراند ولا التصميمات في اي شغل تاني. يعني هنبتدي من الصفر. مش مهم، هعمل ديزاينز جديده. انا واثق فيك طبعا يا رضوى، انت فنانه كبيره، بس كل التصميمات الجديده اللي انت هتعمليها التحفه هتتركب في المخازن. ببساطه شديده انت تعرفي تصميمي كويس قوي، لكن ما تعرفيش تسوقي ولا تصميم من غيري.
هاي يا عادل، انا خلاص وصلت، انا في بيت خالتك. خلينا اعرفك، بص ادم هاي جراندسون. هاي. هاي مام، هاي ادم، هاو دي دو. امال فين خالته سهام؟ فين خالته سهام؟ جايه يا سيدي، اطلب واتمنى اهي جت. خليني اخليك تقول لها هلو. هاي خالته، سي هاي تو يور اون. هاي خالتو. خالت سهام ازيك، عامله ايه؟ اهلا. I'll talk to you later. يلا حبيبي. يا سهام، وحشاني وحشاني وحشاني. مفاجأة مش كده؟ الحمد لله على السلامة. مش كنت تقولي انك جاية؟ امال تبقى مفاجأة ازاي بقى؟ وبعدين كنت هتطلعيني المطر؟ اي نعم، بقى لي 3 4 سنين ما جيتش، انما مش هتوه عن عنوان بيتنا يعني. طبعا الحمد لله على السلامه. تعالى ورايا المطبخ. ظريفه قوي نهال. نهال هي قالت لي ولا كده؟ انا فاكر اني شفتها قبل كده بس من 5 أو 6 سنين. طول عمرها كده تختفي فجاه وتظهر فجاه. حط الطماطم في الثلاجه. هي في امريكا من زمان؟ فين الكوسه؟ انا عمري ما سمعتك تتكلمي عنها قبل كده. الطماطم في التلاجة صح؟ اه. هي عرفت طب اللي حصل لماما وبابا؟ اه. افلام كتير بقى، اختاروا واشتغلوا واتفرجوا. عربي ولا انجلش؟ اي حاجه، المهم يبقى حلو. شوشو ما بتتفرجش على عربي الا مضطره لما نكون بنتعشى سوا في البيت، مش كده؟ طب تعالوا نشوف الفيلم ده. شفت التريلر بتاعه من كام يوم، عامل زي هاري بوتر، حلو قوي. معني ما بحبش هاري بوتر، بس ماشي. اختاروا براحتكم واتفرجوا، لما تخلصوا احنا قاعدين على الكافيه هناك. ماشي؟ يلا انجوي. ما بتحبيش هاري بوتر ازاي بقى؟ طب انت ايه اللي عاجبك فيه؟ طب نشوف التذاكر. ربنا يحميه بجد، الولد حساس جدا. بيحاول يبين انه عادي ومتماسك عشان مش عاوز يتعامل معامله خاصه. انا اعتقد ان شهد برضه لما باباها توفى كانت كده. ده حقيقي، بس الفرق ان شهد لما باباها توفى الله يرحمه ما كانتش كملت 4 سنين، فما لحقتش تتعلق بيه. بس ادم كبير وخسرته باباه ومامته، مش واحد منهم وبس. تشربي ايه؟ ايه؟ تشربي حاجه؟ يلا اوكي. مساء الخير. مساء النور. اتفضل يا فندم. لا تيدي كاف. سيبرس. شكرا. ها ما قلتليش هتعملي ايه مع سخالت؟ ما عرفتش اطلع منه بولا حاجه، مصري خليها وين لوز جاي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بيذلني اني حتى لو عملت ديزاينز جديده مش عارف ابيعها. وانت فعلا مش هتعرفي تبيعيها؟ امال انا ايه اللي زانقني عليه؟ طب اساعدك. الموضوع مش بالبساطه دي. انت مش دارس السوق، عشان تدرسه لازم تبتدي من الاول، وده هيخسرني واحتمال يخسرك انت شخصيا. طيب هتعملي ايه؟ بص، هو قال لي لو عايزه تنفصلي ما عنديش مانع، بس مش هينفع تستعملي ديزاينات مدد. مدد؟ والنبي ده اسم شركه، انتوا بتجيبوا الاسامي دي منين؟ دي اخره القعده في وسط البلد، طلعوا اسمها عجيبه كده. ودي مشكلتك دلوقتي. مساء الخير. مساء النور. شكرا. بس برضه في الاخر ما قلتليش هتعملي ايه؟ مش عارف. بس هو عارف هيعمل ايه؟ وهيعمله ليه كمان؟ بمعنى؟ بمعنى انك غشيمه.
طب فهمني انت يا حويت، هو بيعمل كده ليه؟ هو بيقول لك ننفصل وبعد ما تمشي ياخد هو ديزايناتك ويشتغل بيها. ما ينفعش ببساطه، مش هينفع انه يستخدم اسم مدد ولا ديزايناتها من غير وجودي في الشركه، ده غير ان الفايلات الهاي ريزوليوشن كلها على اللابتوب بتاعي، فمش هينفع يطبع حاجه من غير ده. على اساس يعني ان مش عارف اقلدها؟ اي حد معاه دبلوم فوتوشوب يعرف قال الكلام ده وبعد كده يروح يبيعها، خصوصا لو عارف فين الموردين وفين الاماكن، ويسميها بقى هدد مدد اي كلام من الكلام ده. يا خساره حضرتك مسلمه له نفسك على السكين. ما تغيرتيش يا سهام، الدليل اهو، ما عملتليش معاكي شاي زي ده. شيء اللي جابك؟ عرفت اللي حصل لملاك وندى، طبيعي ان انا اجي. جايه تواسي وتطبطبي. شكرا، الف شكر. عادل اللي قال لي، انت عارفه دراسته واهتماماته، ارى على موقع من المواقع اللي بتهتم بالحوادث الغريبه دي، قال لي بصراحة ما صدقتش، افتكرت إن ممكن يكون تشابه أسماء، بس طلع حقيقي. كان المفروض أجي بدري عن كده، بس ما قدرتش، كان عندي شغل. أنا آسفة. كتر خيرك. شفتي ملك؟ أدم قال لي إنك ما رضيتيش تروحي لي لما راح يزورها. وسليم، سليم أخباره إيه؟ عايش إزاي؟ عايشين، كلنا عايشين، قبل ما تيجي وبعد ما تمشي برضو عايشين. نسيتي انك طول عمرك قوية وجامدة، تعرفي تتحملي. ساعتك دي غريبة. الساعة دي اللي جابتني هنا. جابتك هنا ازاي؟ دي ساعة حسام. حسام ده ابني الله يرحمه ويرحم ابوه ويغفر لي من بعده. انا يوميها قلت له بلاش تروح المشوار ده، بلاش تاخد حسام معاك. قال ازاي؟ ازاي اروح اعزف عمي في البلد ومن غير ما يكون معايا حسام ابني؟ حسام كبر وبقى راجل ولازم يكون في كتف ابوه حركه بحركه. تاني يوم اتصلت على موبايل عبد الله عشان اشوفهم جايين امتى، ما ردش. كلمته مره واتنين وتلاته، رد عليا صوت واحد غريب، قال لي احنا الاسعاف، شدي حيلك. معرفوش يخرجوني من المستشفى الا بعد ما خدت ساعه حسام. الساعه دي الحاجه الوحيده اللي بقيت منه سليمه بعد الحادثه. تعبت فتره كبيره، ولا باكل ولا بشرب ولا بتحرك. رحت للدكتور نفسي، تابعت معاه شويه، قال يعني زي ما قال عندي اكتئاب. قطعت الدكتور، مواظبتش عليه، مرة في مرة ما روحتش، بس قررت اني ارجع شغل تاني وسط العمال والدكاترة والطلبة. ما قلعتش الساعة، ما قلعتهاش،
اقلعها ازاي وفيها ريحه حسام؟ في يوم جالي ولد من سنه اولى بص لي وقال لي يا دكتور الساعه دي مش صغيره على سنك شويه؟ قال لي انا هجيب لك واحده تانية حريم من محل ابويا. بصيت له ومش فاكره ايه اللي حصل، بس ما دريتش بنفسي الا وانا في القسم. كلهم هناك قالوا لي ان رميت عليه حمض الكبريتيك. حاجه واحده بس فاكراها، وش الولد وهو بيضحك وبيقول الكلمتين دول، وبعد كده سواد. بس كلهم اكدوا ان انا عملت كده، عشان كده بصلي بادي يا ربنا انه يرحم حسام وابوه ويغفر لي اللي انا عملته في حق الولد. هو مش ربنا بيغفر برضو؟ اه ربنا بيغفر. مش بيسمعوا كلام. انا قلت لهم والله، بس هم مش بيسمعوا كلام، عشان كده حصل لهم كده. مش بيسمعوا كلام، مش بيسمعوا كلام خالص. مش مطمنه ليه؟ حاسه انهم جايين ورايا. هما مين اللي رجب عزيزهم عليا؟ هو رجب عايش مين؟ ايوه رجب، مش هيرتاح لما يموتني، هيفضل طليقهم ورايا كده زي كلاب السكه. رجب ده ما كانش عايز يطلقني، يوم ما طلقني حلف برحمه امه انه مش هيسيبني في حالي، ومن ساعتها وانا بشوفه مع كل الناس وفي كل حته، مع امي ومع سماح، حتى الواد شفعي اشتراهم كلهم وليهم عيون في كل حته. شايفه الست اللي هناك دي بتبص لي ازاي؟ أكيد تبعهم. بصي أنا هقوم وأنت هتشوفي بنفسك، هتقوم ورايا. ما تخافيش، تعالي تعالي.